طيب ايه اللي بيخلي اتنين يعني بيحبوا بعض وبيتجوزوا وبعدين المشاكل بتبتدي والخناقات وممكن ده كله يعني يؤدي لا قدر الله الى الطلاق؟ أول حاجة إن قد يكون في الأول أصلاً إحنا ما حطناش مفهوم الحب صح، يعني قد نكون إحنا مش أنا قلت إن أنا بحبه وهو قال إن هو بيحبني وإحنا لا إحنا فاهمين ما عندناش تعريف واضح عن الحب وما عندناش رؤية إزاي أصلاً نمارس الحب ده. علماء النفس بيقولوا إن في فرق بين اللايكنس أو الإعجاب وما بين الحب، وده بيختلط عند ناس كتير جداً. بيقولوا إن إحنا يومياً بنعرض إن إحنا نعجب بأربعة، يعني اي بني ادم طبيعي كده من الجنس الاخر عكسه ممكن خلال اليوم الوارد ان هو يعجب باربعه. اربعه اربعه بس يعني ده لو راجل يعني معتدل، لو مش معتدل لو مش معتدل ممكن نطلع فوق. وده مبني ان مخنا كل ما بيشوف حد مختلف عننا بيبتدي يرجع للميموري ويشوف الراجل ده شبه حد احنا بنحبه، شبه حد احنا بنرتاح له، فبتدي يديك احساس الانجذاب. شباب كتير قوي بياخدوا الاحساس ده ويقولوا على ان ده هو ده الحب، ويبتدي العلاقات تبدا بسرعه على سطحيه جدا من دول ما نشوف التوافق اللي بيننا وبين بعض. فيبتدي لما يخشوا يتجوزوا وتجيب بقى شخصيتين بعاد جدا عن بعض، احنا شخصيتين مختلفين جدا عن بعض، دخلنا اتحطينا في بيت لا فاهمين يعني ايه حب ولا فاهمين يعني ايه اختيار ولا فاهمين يعني ايه جواز. فيبتدي تحصل الضرب ده بقى، احنا عمالين طخ طخ، انا مش عاجبني، لا انا مش عايز، طب انت بتعملي، طب انا بجيب، فتبتدي الدنيا تقع منهم هما الاثنين. وفي الاخر يقولك احنا كنا بنحب بعض والحب راح بعد الجواز. لا هو احنا ممكن يكون ما كناش بنحب بعض اصلا، احنا كنا فاكرين ان احنا بنحب بعض وما بنحبش بعض، وممكن نكون بنحب بعض بس ما فهمناش السيستم بتاع الجواز يمشي ازاي، ففشلنا في ان احنا نقيم الحب ده وقتلناه معانا.